لجنة تحكيم The Victorious تضم إضافة إلى مارادونا، اثنين من أهم اللاعبين اللي عرفتهم الملاعب العربية. العضو الأول هو الكابتن رابح ماجر، أسطورة نادي بورتو منتخب الجزائر. بحماس كبير رافق رابح البرنامج من المراحل الأولى وأشرف على اختيار اللاعبين الـ22. هذه الفكرة تاع فيكتوريوز خلات اللاعبين أو الشباب العربي يحلم، وهذا شيء جميل جدا. تحمس كثير، لأن هذه المرحلة هي الوقت الحقيقي للاعبين، لكل واحد يثبت مستواه. إن شاء الله نعمل كل مجهودنا كي نختار الأفضل والأحسن، وراح نعيش مغامرة مع الشباب العربي. الوقت الحقيقي وصل، ولازم علينا نختار أحسن لاعبين للنهائي إن شاء الله. أما العضو الثاني هو الكابتن هاني رمزي من مصر، اللي خاض تجربته الاحترافية في الدوري الألماني البوندسليغا مع أعرق الفرق مثل بريمن وكايزر سلاوترن، كما خاض 5 مرات كأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر اللي مثلوا 124 مرة. المرحلة دي طبعا فيها حماسة كبيرة جدا، خاصة مش للاعبين بس، للجنة التحكيم كمان. انضمامي في الفترة دي تقاعد التحكيم في The Victorious والله تجربة جديدة. متحمس جدا ان احنا نطلع جيل جديد من المواهب العربية، ان شاء الله عايزين نحطها على الطريق السليم، ونشوف بإذن الله من خلالهم بعض اللاعبين العرب المحترفين في الدوريات الأوروبية على مستوى عالي ان شاء الله. مهمة طبعا صعبة للولاد ولينا. انا في اعتقادي ان انا لازم اكون شديد جدا على الاولاد، وخاصه في السن دوت، لان لو خاضوا تجربه زي تجربه الاحتراف لازم يكون عندهم نوع من انواع الجلد، من الصبر، من الاحتمال، وده اللي ان شاء الله هنشوفه من خلال البرنامج. فيكتوريوس بيامن فرصه لتحقيق الاحلام. خبره كابتن رابح وكابتن هاني ودورهم في التحكيم راح يساهمون في ايجاد افضل موهبه عربيه، في ايجاد The Victorious.